إن شاء الله بتتواصل اليوم 4 أغسطس منافسات المصريين بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بحثاً عن ميدالية جديدة بعد البرونزية ثنائي التايكوندو هدايا ملاك وسيف عيسى. وتأتي منافسات المصريين يوم 4 أغسطس على النحو التالي: الساعة 2 صباحاً تصفيات ألعاب قوى الرمح إيهاب عبد الرحمن وإن شاء الله ربنا يكرمه، ايضا في الساعه 2:37 200 متر كاياك مؤمن مهران، والساعه 4 صباحا 500 متر سما فاروق، و8 صباحا تصفيات غطس 10 امتار منصه ثابته مها عبد السلام، ظهرا ان شاء الله 12 ظهرا نهائي الفروسيه فردي قفز حواجز نائل نصار ومحمد طاهر زياده، الساعه 12:30 و5 مباراه البرونزيه مصارع روماني 67 كيلوغرام محمد ابراهيم كيشو الفائز من بطلي روسيا والدنمارك، هيلاعب ابراهيم كيشو، والساعه 1 ظهرا مباراه البرونزيه مصارعه روماني 87 كيلوغرام محمد متولي على ضد الفائز من بطلي المانيا وقرغستان. أما نتائج البعثة المصرية اليوم: ودع محمد مجدي لاعب ألعاب القوة تصفيات دفع الجلة بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية 2020، وفيما تأهل مصطفى عمرو بطل ألعاب القوة لنهائي دفع الجلة. شهدت المنافسات المصرية بطوكيو اليوم الثلاثاء خسارة محمد مصطفى متولي لاعب منتخب مصر المصارعة من منافسه لاعب المجر المصنف الاول العالمي، يعني دايما بيبقى حظنا وحش ان احنا بنلعب المصنفين الاول او الثاني الحقيقه في معظم الالعاب اللي وصلنا فيها للدور قبل النهائي. ايضا خسر محمد ابراهيم ايشو لاعب منتخب مصر امام منافسه الاوكراني في وزن 67 كيلوغرام. وزي ما حضراتكم طبعا وكل المصريين عارفين ان منتخبنا الوطني لكرة اليد وصل الى الدور قبل النهائي وينتظر ان شاء الله منتخب اسبانيا منتخب فرنسا انا اسف ان شاء الله يوم الخميس في تمام الساعة 10 صباحا. ايضا خسر مهاب اسحاق لاعب الغطس انهى قفزاته في نهائي اولمبياد طوكيو 2020 وحقق في الجوله السادسه 85 و50 والاخيره ليرفع اجمالي نقاطه الى 393 واحتل البطل المصري المركز ال11 ليودع المنافسات بعد اداء مشرف. ايضا مهاب حقق 50 في الجوله الخامسه و69 في الجوله الرابعه و76 في الجوله الثالثه و39 في الجوله الثانيه واحتل المركز الثامن من اصل 12 متنافسا في الجوله الأولى.